الحقيقة يا جماعة يا أصدقائي يا أحبائي، إحنا بدأنا بداية عظيمة ضخمة كبيرة، غرقنا في خضم من الفكر والمعلومات كأننا أمام جبل أشم، حينما تحدث الأخ والصديق الأستاذ الدكتور الفقيه الجليل الكبير. كنت في تصوري أننا حجما نستمر نروح للدكتور عماد جاب، ولكن الحبيب شريف رأى عكس ذلك، أن يدخل بالفن يخترق به العلم. أنا بقول لا استحال، لكن وجهة نظر شريف يمكن أنه فوق العقل يخف القلب، مكان التلقي، مكان الإلهام. فادي بالشريف، فادي فادي لا صوتش صوت. ما انت واخد بالك انا مش شايف، هو دخل من وراي. عموما انا ما عنديش اي تحفظ على الاخباط، انا بحبه، يعني نشأت في بيت بيحب الاخباط. لما كان الأسرة تغيب خالتي ماتيلدا ترضعني، خالتي ماتيلدا ترضعني، فهمت بقى المعنى المقصود، دم يجري فيه المسيح هو محمد. نعم عليك السلام. الفن بقى بيتكلم. أبويا كان ياخدني الساعة 2-3 صباحا، واحنا انا نشأت في الغورية، ونروح نصلي الفجر في سيدنا الحسين. خلصنا من صلاة الفجر ينطلق بي الى الغورية، ونتدهلز الى حارة الروم. احنا رايحين فين يا بابا؟ يقول لي رايحين كنيسة الامير تدرس. ليه يا بابا؟ انا عندي 5 سنين مثلا. قال لي لأن الرجل الذي يرعى هذه الكنيسة بطل عظيم وطني كبير، وهو مسن وكبر دلوقتي، لكن كان دوره أن الأبطال المناهضين الذين يحاربون الوجود الإنجليزي في مصر يلجأوا إلى الكنيسة فيخبيهم في بير الكنيسة، وهو يعلم أن الإنجليز لو علموا وعرفوا هيعلقوه على باب زويلة أو على بوابة المتولي. وبرغم ذلك فكان حاميا للأبطال الذين يحاربون من أجل مصر، وهذا بطل عظيم. والنهاردة عيد القيامة المجيد، نقوم نروح يا سمير يا ابني رحمك الله يا حج فؤاد يا اسكندراني المفكر السياسي الخطيب المفوه، كان يقعد يتكلم ساعتين في لقاءات سياسيه، وهو كان راجل سياسي، كان وافدي اساسا، وحكى لي ان سعد زغلول راح في مؤتمر فرح له مجموعه من الاقباط الكبار وقالوا له موقعنا ايه من الوفد، قال ما فيش وفد من غير اقباط. تداعيات تداعيات بتتذكرها وأسوقها لكم، لا شك أنها أثرت فيي وسابت بصمات. لما أجي على سبيل المثال وليس الحصر أقول ترنيمة، هي ترنيمة، يقولوا لي ازاي؟ يقولوا لهم هي ترنيمة، يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس، اجعلني شمع تنور بالحب والإخلاص،
اجعلني دفعة قوية في عجلة الانتاج لاخواتي تلبس وتاكل والغيرنا ما نحتاج. اجعلني حبة تفرع وتبقى فدادين سنابل تحضن فروعها الايادي وتبوس جذورها المناجل وابدر على الناس محبة وبسمة في كل دار. وان مت اجعلني طوبة يعلو بيها جدار يا رب. قال لي عبد الحميد الحديدي رحمة الله عليه مدير الإذاعة والرجل العظيم المثقف أبو هلا الحديدي المذيع اللامع وحامى فاروق شوشة الشاعر الكبير والإذاعي الكبير، قال لي لم أقرأ في لغة حية هذا المعنى يا سمير. إن مت يعني طوبة يعلو بيها جدار. أنا إيه لولا الناس بحلها، لولا أنتوا إيه فايدتي، لو كنت شخدم بلادي هتبقى ايه لازمتي. ده اصلنا الانسانية والاب واحد يا عالم وكلنا دم واحد. الفين سلام لك يا آدم. اليست هذه ترنيمة مثلا؟ لو غنيتها وعدك ان هم يسقفوا لك يعني هم سقفوا لي بقلوبهم وانا شايف في عينيهم، وهذا أقوى من التصفيق للأيادي. عايزين نسمع صوتك. لا تقوم تأمر أو يأمرون. يا رب يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس، يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس، اجعلني شمعة تنور بالحب والإخلاص، اجعلني دفعة قوية في عجلة الإنتاج لإخواتي تلبس وتاكل، لإخواتي تلبس وتاكل والغيرنا ما نحتاج. لقد فعلت أنا وأوفيت أنت وعدي. مسي على هذا التصفيق. من الأغاني اللي بعملها يعني البصمات اللي حطها فؤاد الاسكندراني في طفل عنده 5 سنين من الأغاني. عايش بخيالي زمان ويعهود الفرسان والخيال الجدعان وسيوفهم والشنبات، كان بدي بصيفي ورمحي أنسف وأطير ومحي، والناس على جاري ورمحي يقولولي يا ابو الفتوحات، يقوموا يردوا علي الكرال ويقولوا ما بقاش فتوحات في الارض، لا بطول تفتح ولا عرض، وان كان لازم بالفرض افتح جاي جو السماوات، افتح الليل والفوق، افتح فنك للذوق، افتح قلبك للشوق وشفايفك للبسمات، افتح في مجاهل العلم، افتح ميادين للسلم، افتح بالصوت والفيلم بالرسم وبالكلمات، ايدي ايدي اعظم فتوحات. انا ما اقدرش استرسل طويلا والجبل الاشم الى جواري، ما ينفعش، ولكن في ظله او في ظلاله اقول برد بعض الذكريات. مصطفى النحاس رئيس الحزب الوطني الذي يعبر عن أحلام الأمة في هذا الوقت،
واقف يخطب، فواد بلطجي بسيف جاي ونزل على مصطفى باشا بالسيف. كان جنبه سينوت بيك حنة سكرتير عام الوفد. انا بتكلم عن وطنية الاقباط. فسينوت بيك حنة لم يجد شيئا يحمي به مصطفى باشا النحاس الا ان يرفع ذراعه في اتجاه السيف فتقطع ذراع سينوت بيك حنة ويموت لان كان عنده سكر، فكان ده سبب مباشر في وفاته. مصر كانت دي ملامح. كان ممكن زي ما وال ديورنت المؤرخ العظيم العالمي، وال ديورنت بيقول في موسوعة الحضارة ان كان من الممكن في سنة 19 ان يدخل رجل الى الازهر الشريف والى ساحته يحمل صليب على صدره طوله قد العيل الصغير وداخل، لا احد يعترض، يبص يمين وشمال فلم يجد ضالته او لم يجد ضالته. احسن انا معاك احسن بس انا فين والجبل فين؟ كرمك الله ربنا يبارك فيك. الكلام اللي قلته حلو قوي يا مولانا، وعظيم وقوي وشجاع وعلمي. ربنا يديك الصحه. الله يعزك. الله يعزك. امين. قولوا امين. ربنا يحافظ على مصر. فيخش يدور على ضالته. ضالته، خد بالك من المفعول به، وكلنا مفعول بنا. فماذا حدث؟ شافوا بيصلي مع جماعته قاعد تحت عمود، وبدأ يشوف أوراقه وأشياءه إلى أن انتهى صاحبه وعثر عليه، عرفوا بمجموعة من الأصدقاء وذهبوا جميعهم عشان يحلوا مشكلة عائلة. الرجل الطيب عم فلان، والرجل الطيب المقدس فلان، ده بنتين وعايزين يتجوزوا وظروفه المادية بعيد عنكم، والتاني نفس الحكاية وينجحوا فيه. هكذا كانت مصر. أنا شخصيا ما عنديش من التربية أي ارتكارية ناحية أي موقف، بالعكس ده أنا خدت ترانيم وخدت تسجيلات من المركز الفرعوني سنة 60، كنت لسه معيد في كلية الفنون الجميلة في أول سنة، واستندت إليها في سنة 75 وسجلت بره في إنجلترا أغنيات معتمدة على المقامات المصرية اللي موجودة في الترانيم لأن دي مصادري، ووجدت الشيخ زكريا أحمد واخد مقامات كثيرة من الترانيم دي ألحنة أنا أولى بها من غيري. يعني لا أطيل عليكم، إنه كان حلمي رافلة صديق أبويا، وأبويا كان بيزنس مان بشكل عام، كان من أشهر تجار الموبيليات، وكان عنده مكان في ميدان التحرير وميدان مصطفى كامل. وكان عم حلمي رفلة وهو قبطي ومخرج معروف كبير، كانوا يتقابلوا في جروب، واحنا ساكنين في البيت اللي في وش جروب، يتقابلوا الساعة 7 صباحا زي الجماعة بتوع الجيش، ويخلصوا كلامهم وبعدين يندهلي يقول لي خلي ماما تديك 20,000 جنيه، فاجيب لهم ورق العشرة جنيه اللي قد كده، وكانت 10 جنيه تدوس على 1,000 جنيه، الألفية تتضاءل تماما، أبعت 100 جنيه زي العصافير تطير النهاردة حكاية. يقوم ألف له الكلام ده في جورنان ويديه لعم حلمي من غير ورقة،
من غير شيك ويتعاملوا هما الاثنين، واطلع وافاجئ بعد 4-5 أشهر هما يعني الحديث وقف عند هنا بالنسبه لي، لازم امشي. فمشي بعد 3-4-5-6 أشهر يجي عم حلمي ويقول له فؤاد، الـ40,000 دول مكسبك في فيلم الوحش، واللي خدتهم منك الـ20 اهم ادي الـ60 من غير ورق. كان عم حلمي دايما نروح له في المناسبات هو وغيري. فآخر يعني حاجة يطيب لي أن أذكرها، رحت عملت حفلتين في النمسا وحفلتين بعديها بشهر في هولندا اليومين اللي فاتوا لدعم السياحة، واتشرفت بأخي وحبيبي، وبقول أخي وحبيبي والفترة قصيرة لكن الظروف يعني أدخلتنا إلى رحاب المحبة والمودة، لأن الصدق يعني ليس الخير لمن سبق ولكن الخير لمن صدق. أيوة نعم صح يا مولانا. صحيح 100%. فكان بيني وبين كمال مودة كبيرة ولا تزال وستظل بإذن الله. كمال استقبلني استقبال جميل جدا وعملت الحفلة، كان السفير موجود وكان وزير الخارجية السابق بتاعنا اسمه ايه الابيضاني الحليلي، احمد عرابي، احمد بيه عرابي، محمد بيه العرابي صديقك احمد بيه، محمد بيه يوسف نائب رئيس تحرير الجمهوريه، اهلا وسهلا. طلعت على المسرح حييت الناس، بدات نحضر اغاني انجليزي وفرنساوي والماني وطلياني وعربي طبعا. طلعت دخلت دخان يا عماد بيه، دخان على المسرح كأننا فوق السماء، في جهاز بيعمل هذا التأثير. وشاورت بإيدي يمين، دخل واحد يحمل مصحفا، شاورت بإيدي شمال دخل واحد يحمل صليبا، وجمع قربوا يمين وشمال حضنتهم على بعض، بقينا احنا الثلاثة ثالوثا مقدسا كما لو كنا. حضنوا بعض ولقيتهم بينهنهوا وبيبكوا. كمال ممكن يستكمل الرؤية. السفير كان مختلف مع مسؤول الأخبار في جريدة الأهرام خلاف شديد جدا، حطت ايديهم في ايدين بعض وربنا ستر وتعانقها وخلصت المشكلة. ولما دخلت قريت الفتح فالناس بيتفرجوا، قلت لهم لا قولوا معايا اخواتي المسلمين يقولوا معايا، قالوا معايا بسم الله كأننا عاملين حضرة. اخواتي الاخبار معايا، أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوت، مع بعض كأننا في دير أو في كنيسة أو في صلاة باكر مثلا. إحنا إذا ما تلمناش على بعض على مصر السلام لا وشك ولا ظهرك. والحكاية مش عايزة حداقة وذكاء، ده ممر يمين وشمال وفي النص فوق، ما هو دول أباط ودول مسلمين وقاعدين في خط واحد في صف واحد وساكنين في بيت واحد، ادوار الست مش عارف ايه فوق والحاجة فاطمة بعديها وخالتي ماتيلدا بعديها، وما تقدرش تعرف مين قبطي ومين. يجي اصدقاء لينا في الغوري، اصدقاء لابويا سواسرة، فجأة أتوا من زيورخ عاوزين يشتروا موبيلهم مصر، فعزمهم على الغداء دون أن يبلغ أمي، قالت له ما فيش مشكلة. بعد نص ساعة
طلعت صواني فراخ وبطاطس وملوخية. الشقة دي بعتت والشقة دي بعتت والشقة دي بعتت. لا يحدث هذا اليوم. التيم ورك مش موجود. التيم ورك كان موجود. فالحب أقوله دايما أقوله، إذا لم نلتئم فمحدش هيلمنا على بعض، لأن ما عرفش الكارهين لمصر كثر وموجود في بروتوكولات صهيون، وعندي 4-5 نسخ مختلفة تحويل الدول والأمم المجاورة إلى دولات صغيرة حتى يسهل السيطرة عليها والحكم. فهم عايزين كده، لكن احنا نديهم الفرصة؟ ما احنا خاربين البلد. مين اللي خارب البلد دلوقتي؟ احنا. مين اللي بيقتل بلا جدوى وبلا حق؟ احنا. مين؟ احنا فينا. فلنرفض ولنحيي السلام، وكلمة كبيرة عظيمة قالها الأخ الكبير العظيم مولانا، وإحنا معاكم وأنا بحبكم، ودائم زيارة البطريركية في كل المناسبات، لأن دول أهلي وإخواتي وعشيرتي.